السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم الخيرات العروية وبصفة خاصة طريقات ديال طياب الخبز في الفران. يعني كنعرفوا ان كاينين طرق بزاف في طياب ديال الخبز. كاين اللي كيدير الخبز هكا يعني كيديروا العافية هكذا بحال ما كتشوفوا في الفران وكيطيبوا فيه الخبز. احنا كان كما كتشوفوا معايا عندنا هنا فران ديال الطين طبيعة الحال، كيديروا فيه الحطب يعني حتى كيسخن مزيان مزيان. صافي كما كتشوفوا الخبز كيكون خامر، الفران ديالنا هو سخن مزيان، يعني كيقبطوا كيشدوا واحد كيقولوا لها الشطابه، يعني واحد شطيطه هكا ملوي عليها كيفزقوها، يعني شطيطه ملوية على واحد العصا بحال هكذا وكيفزقوها وكيشطبوا كما كتشوفوا معايا، كيشطبوا الفران مزيان يعني كينقيو داك السطح اللي غيتحط عليه الخبز مزيان. وصافي كيستفوا الخبزات ديالهم شحال ما كان ديال الخبز، يعني 12 خبزه 14 خبزه يمكن لهم انهم يطيبوا في دقه واحده، يعني وبلا كونتاكت مباشر مع العافيه كما الا بغيتي الا بغينا نقولوا، يعني غير كيطيبوا غير بالكوشه، يعني الخبيزات كيطيبوا ما كتكونش ديك العافيه، يعني كيكون غير الجمر وبدرجه الحراره اللي هنا في الفرن كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا الخبيزات ديالنا هما وجدوا، صافي كما شفتوا كيوقفوهم هكداك باش يزيدوا هكداك يحمروا رماد. حيد من قدامي، حيد من قدامي، حيد من قدامي، حيد صاحبي من قدامي. غير بعيدين على الفران كنطلعوا شويه مع الدار وكنلقاو نادر، النادر اللي فيه كما كتلاحظوا الماكينه ديال الدراس والدراري ولاد خالي اللي جالسين كيدرسوا الحمص. بالنسبه للناس اللي عمرهم ما شافوا الدراس ديال الحمص فهكذا كيكون، وبالنسبه للتصوير فقبلوا عليه راه متصوير ولدي الصغير محمد امين.
تلاحظوا الفول عاوتاني الدرس ديال الفول عاوتاني خليه حتى كيبس وكيدرسوه. تبارك الله ما شاء الله كيجي فيه واحد المذاق الفول هكا بلدي وزوين زوين بزاف، مع كيطيب دغيا دغيا طياب يعني كيجي غزال تبارك الله. لا هو ولا الحمص، يعني الحمص جبتو انا يا جبتو معايا ما كتكمليلوش نص ساعه ديال الترطيب، تقدري تقريبا المهم ما ترطبيهش كاع، كيجي هابي تبارك الله وطيب وفي واحد البنه خاصه. اللهم اديمها نعمه على بلادنا وحفظها من الزوال ان شاء الله. وشكرا على مشاهده الفيديو، كنضرب لكم موعد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.